بتتقال لي ساعات يو يو ماتشور لا يو يو ايج لايك فاين واين ايج لايك فاين واين ذا بيك اب لاين مين بقى اللي قاله لك يا شيرين دي اتقالت مره واحده بس لبراتت اعرفوا نفسكم من غير ما تقولوا انتوا بتعملوا ايه او من غير ما تمنشن شغلك خالص. اوكي انا اسمي محمد البسيوني بحب شغلتي وبحب الحاجات اللي اخترتها لنفسي. انا عندي 42 سنه النهارده وحاسس ان انا مشيت في السكه اللي انا عايز امشيها. The passion is leading me to nice places and to good places and I dream for a living حقيقي يعني واصحى اعمل احاول احقق واسعى واجتهد. صفات حلوة قوي بس قلت متجوز فخلاص يا جماعة هو متاخد للأسف لا عندي صفات وحشة كتير برضه لو عندك وقت شيرين أنا واخد بالي بتحبك طيب؟ ما كنتش بحبني قوي زمان بس بقيت بحب the older version يعني كل ما بكبر بحبني أكتر. طب موزة أول لما حد يقول رامز يوسف الناس بتقول إيه؟ أنا ممكن أرد لا يلا اديك فرصه لا. كتير قوي الناس بتبقى بتقول رامز ده بتاع بس كده الجمله ده ما بتخلص انت لسه بسوني قاعدين هنا بندردش على قد ايه 2023 السنه اللي فاتت كانت a big transformational year شخصيا بالنسبه لي من so many levels still حساس جوه still impulsive جوه still emotional جوه بس انا بصحى كل يوم الصبح عشان بحاول اعمل حاجات وحشه اقل واعمل حاجات احسن اكتر عندي كور فاليو معينه كده اللي هي يعني الواحد يعمل امباكت ويعمل فرق مش مجرد بس يعمل فلوس وده الترمومتر اعلى بكتير قوي من احنا مفلسين كلنا احنا عارفين بتوع السيت ولا الغير الكونفرسيشنز دي هدفها انه في مشاكل كتيره قوي او في تشالنجز او في اوبستكلز او في احاسيس بنعدي فيها كلنا بلا استثناء بس علشان احيانا مش بنقولها فالواحد بيبقى فاكر ان هو فيها لوحده انت الشغل هو البيت والبيت هو الشغل وحياتك الشخصيه داخله وده مبني على الامباكت اللي انت بتقول عليه ما يو كانوت دو وات يو لاف فور ا ليفينج اند هاف امباكت اند هاف بيربس اند 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 سيبريت مش اوبشن فايه ايه الحاجات اللي كان نفسك تتقالك مثلا او كان نفسك تعرفها او نفسك النهارده تقولها لحد ما بقتش بقف عند الحاجات بحجمها واتخض قوي وكده زي ما كنت قبل كده يعني ما بقتش في حاجه بتفرح قوي وحاجه بتزعل قوي يعني برده كل حاجه مؤقته فبرضو انك تبقى ان بيس مع ذا ايديا اوف ان الحياه متقلبه وان اللي دلوقتي حلو واللي انت نفسك فيه فبرضو الوحش هيعدي اللي انت شايفه دلوقتي وحش او اللي ما نفسكش فيه ده مرحله لما تعرف ان كله هيعدي وان الوحش هيجي بعديه حلو وبتاع بتبقى ان بيس اكتر يعني دي من الحاجات اللي كان نفسي اعرفها زمان والحمد لله اتعلمتها يعني. بس يوني كان قبل كده اكستريملي تشيل بيرسون وانا كنت التوتال اوبوزيت لما لقيت السنين عملت ايه فيا انا شخصيا اتعلمت كويس قوي ان انا عمري ما اقول لا يمكن او استحاله او نيفر او انا عمري الحاجات دي خلاص اتلغت من الفوكابلري بتاعي عشان I don't know قد ايه احنا شجره مش صخر فاحنا بنكبر وبنتغير وبنيفولف وبنوحش وبنتحسن وصبرنا بيزيد وبيقل we're so dynamic احنا انسان حي فاحنا بنتغير جدا 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 actually لو حد كان نفسي يقول لي ايه نصيحه وانا صغير كان نفسي حد يقول لي اتعلم اللا بدري انا كنت في عشريناتي كلها يس 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 مش قصدي يس الحلوه قصدي يس اللي هي كل واسعه قوي 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 واي ثينك بدايه رامز بتاع النهارده اول ما اتعلمت كلمه لا كان نفسي اتعلمها بدري شويه بس هي باوندري مهمه قوي باوندري مهمه قوي ان انت تبقى عارف عشان كمان ما تجيش بعضه عشان احيانا الفليب هنا بيجي باوفر كومبنسيشن بتاع طب كل حاجه لا بقى يعني بس انك ترجع من ده بسرعه هو اللي مهم قوي عشان تعرف الصح القال حلوه اللي انت بتقول عليها ولا الحلوه اللي انت بتقول عليها مختلفين قوي انا عندي سؤال فيري تكنيكال في الاندستري بتاعتكم بس مش حاسس ان احنا لازم الاول نعمل نحطه ان كونتكست فنقول الاول تعالوا نتكلم على الديناميك بتاعكم انتوا كبارتنرز في الشغل احنا في الديجيتال سين بقى لنا 10 سنين وبنحب الحته دي وخدنا شفناها بدري الحمد لله ف we're content we're digital content creators هدي انا الديناميك بقى
دايناميك العلاقه دايناميك بس يوني بيخش الصبح يقعد على نفس الكرسي الثمان تسع ساعات وعشان كده ظهري فيه مشكله ام بينج فاعتقد ان بسيوني هو قبطان السفينه اللي قاعد بشياكته في اوضته سايق كده بالراحه ومعاه مج وكده وممكن انا تسموني الهيد سكيبر مثلا اللي هو تحت في الحاجات ومشمر وبيجري وما عندوش مكتب اصلا فقاعد مع الشباب وحاجات كده كومبليت اوبوزيتس يس كومبليت اوبوزيتس يس فيري فيري نايس دايناميك فيري نايس دايناميك ودايما نقول ذيس از اور سترينث ان احنا وي تو اوبوزيتس يعني انا اي وان نو وات ميكس اب ا هيلثي بارتنرشيب طبعا يعني لان دي برده مش حاجه سهله ومش موجوده عند ناس كتير يس ميلات مي تيل يو سمثينج فيري بيرسونال قلتها له من اسبوع في المكتب في لحظه كده الساعه 9 بالليل في ساعه صف طوله باسيو انا في يوم من الايام I was the face of طيارة خلاص spotlight 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 وساعتها كان ده بيغذيني كان بيفيدني كان نافعني كان 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 وبعد كده النقلة المعينة اللي انتوا عارفينها حصلت ابتديت ارجع خطوتين واستخبى من ده ومش ما بقتش خطوتين لورا لازم يعني عايز اقول ان هي بتاعته هو انت عارفه كان هو اللي بيستخدمها في المكتب كان دايما في اي برين ستورمينج سيشنز او قاعدين طب يا جماعه تعالوا نرجع خطوتين لورا قعدنا بندور على اسم البرنامج وانا مش في المكتب يوميا وهو مش في المكتب ورحنا وجينا في 600,000 اسم وبعدين في الاخر حد من التيم قال لك طب ما خطوتين لورا يا جماعه اللي ما يعرفش ده البرنامج بتاع بعمل برنامج اسمه خطوتين لورا فا هي جاية من الكلمة اللي رامز بيستخدمها على خطوتين لورا أنا جيت لقيتهم اختاروا الاسم قلت لي بس أنا I want to share حاجة معاك إن في اللحظة دي هو كان بجد يعني قبطان السفينة في هدوء وسلام وسكوت وقاعد كده ورا وأنا اللي بطلع قدام وبعمل ومش عارف إيه وحاجات كده وبعد كام سنة 6-7-8 سنين أنا لقيت نفسي إن أنا مش ده الحتة اللي أنا عايز أبقى فيها دي مش عايز أبقى قدام كاميرا أنا عايز أنزل على الأرض عايز أعمل سوسايتي وعايز اعمل زمره وعايز اعمل الحاجات دي وخلاص مش ده اللي انا عايزه دلوقتي وباك ذن انا كان بيجي لي اندورسمنتس وبيجي لي هوستنج وام سي وحاجات كده عندي مصدر رزق تاني جنب طياره ده بسيوني هيلب مي سو ماتش ان انا ابقى ده بسيوني اكتشفني ليتلي بعمل ستاند اب كوميدي وعدى الولد ده لذيذ اتكلمنا تيجي نعمل برنامج يلا بينا فاي اول هيم ذس يعني السبك بتاعي ف لا we owe each other a lot يعني لأنه هومي ديز بس يعني عز يعني والله فقلت له انا عايز اقول لك بقى حاجه كمل كمل فقلت له انا مرتاح قوي 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 يا باسيو ان في اللحظه دي في الترانسفورميشن بوينت دي انت قلبك وداك ان انت عايز تقدم حاجه وتطلع قدام الكاميرا وانا رجعت وانت طلعت انا ربنا كرمني وكنت محظوظ ان سوسايتي والزمره مش كويس ابتدى يبقى عندي اذر ريفينيو ستريمز هو الحمد لله بقى بيجيله بيج ديلز وبيعمل حاجات مع براندز وكده بالانس جميل انسيابي لطيف برضه سبيكينج اوف تشينج وقد ايه الحاجات بتتغير طياره ساعتها كانت شبهي ارتست اتغير وحاجات كانت شقيه كده صغنططه شبهي كده والنهارده طياره بجد البوزيشن بتاعها بمنتهى الحب والانسيابيه بقى شبه بسيوني وقلت له كده من 3-4 ايام قلت له I want to share ده معاك من كتر ما انا مبسوط قوي من الحاجات دي بتحصل everything happens for a reason كده وجميلة وبتequalize كده لوحدها الacknowledgement ده عمتاً I think that's part of what makes the dynamic work انا كنت عايز اعرف برضو ايه الكي traits انا عايز اتكلم على فكرة partnership is difficult زي الجواز مش حاجة سهلة and it needs a lot of work a lot of effort compromises good communication حاجات كتير قفشنا واتخانقنا لا كتير وخبطنا ورزعنا وقفلنا ايه لا عملنا طبعا هو conflict is healthy ما بيننا لا وفي الاخر برضو في core values in us as people that برضو stands in between يعني في الاخر بنتخانق وبنبوظ الدنيا ساعات بس قصدي برضو something that we learned as we go بنعرف ازاي نتخانق بنحترم بعض من الحاجة برضو اللي حلت حته ان نقلل الكونفليكتس از ان تحديد جوب ديسكريبشنز واضحه وده مفهوم بيعمل ايه وده مفهوم بيعمل ايه وان يبقى في كاليبرز اقوى معاك في التيم فتبقى في حد ناس تانية بتعمل حاجات تانية مش راسين بس مش راسين بس لا لا شكرا فتقعد ناس معاك على مستوى المانجمنت وحد يعرفوا ياخدوا القرار فقصدي بقى في حته بالانس كده ما وبنسيبريت بجوب ديسكريبشنز واضحه وكل واحد عارف من الثاني ايه من الثاني وبقى بكوميونيكيشن اشتغلنا عليه انا ما بتكلمش قوي مش بعرف اطلع اللي جوايا هو العكس ف يعني it needs a lot of work constant work خ...
خدنا اكشلي خدنا تريننج هاو تو كوميونيكيت هاو تو از كبارتنرز كاكزيكتيفز ازاي واحنا كمان ما انت ما هو انت اللي معرفنا عليه اكزيكتيف كوتش نسيت امل بحبك جدا انا مش احسن حد بشير مشاكلي او اعرف اعبر عن اللي انا عايزه انا ام فيري ام ان انتروفيرت اي وان ات كمز تو ذس I try to work on this. I change. يعني I have to do the work. وأعرف مشاكلي وأتقبل إنها مشاكل وأعرف أغيرها إزاي. بس بيبقى إحنا في الآخر الاثنين مع الخناقات والمشاكل. يعني it never crossed my mind إن let's cut this. خلاص إحنا داخلين في الحكاية ومش طالعين منها. ف we'll work on it. We'll solve it. And the value of the partnership that added to me and to the place أكبر بكتير من أنا إيه حاجة كنت هعملها لوحدي. And the value of the partnership and brotherhood and relationship we have together that we gained throughout the 12 years we know each other. في حاجة عمرها ما دخلت سوري لا لا جوه حاجة عمرها ما دخلت ما بيننا الحمد لله الحمد لله الحمد لله هي الإيجو عمرها ما كانت جزء لا وممكن تخش بس قصدي ان انت يعني دخلتش لا يعني في حاجات ما زي بقولك الإيجو او ممكن الغيرة حاجات ازاي لا يعني قصدي حتى لو things can cross your mind انك ازاي تروض نفسك no I won't feel this way لا مش هخلي الايجو يتدخل يعني قصدي ده الشغل اللي انت محتاجه عشان ما تخليش اي احساس وحش او شعور انت مش عايز تحسه يخش ان بتوين لا تني ستريس تيست يعني انت كده بتقول ان البيرسونال حاجه والشغل حاجه انت لما بتيجوا تتخانقوا في الشغل اتس اباوت الشغل فيور بوث باشنت اباوت الشغل نو 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 لا 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 بيخش الحاجات يس بيخش وعايز اقول لك ان يعني برضو اي ثينك حاجه من قوتنا ان انا عارف متاكد مليون في الميه ان دسيوني مرايتي الحقيقيه هيقول لي الفول تروث في وشي بالظبط وانا ولما يسالني صح ذيرز تراست ذيرز الفول تروث في وشه فيري انترستينج دايناميك يا جماعه بس هي دي بقى نقطه مهمه قوي بس يعني هو بيتكلم على ال حد داخل بارتنرشيب مع حد فهنا بقى في تيك اويز حلوه قوي واحد ترانسبيرنسي مع بعض اثنين فول تراست يس لا في كومباشن رهيب كومباشن طبعا وقصدي برضه دي كيمياء بقى يعني فكره ان مين مسؤول عن ايه وليه الكيمياء ذات ليد تو براذرهود ذات ليد تو ان العلاقه اللي هي يعني قصدي برضه اتس سمثينج ذات بدات بس وي نيرتشرد اند وي وركت اون واي 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 بس اند ا لوت اوف ورك يو دونت اندر استيميت ذا ورك يو نيد تو بوت بالظبط It's not easy and it needs a lot of work. انت الاقتصاد بتاع البلد لما بيبقى متأثر عندك التوب بايوريتي ثينجز اللي بيعمل عيش لسه هي طبعا اكزاكتلي exactly. ولا احنا انا فاهمه يعني قصدي ان احنا انت بتبقى عارف ومتاكد ان انت في الكاتس اللي هتحصل في مثلا اول 10 كاتس ممكن يحصلوا بالظبط كده فبالتالي it puts you on uncertain grounds ان انت لما بقى بدا يحصل بادجت كاتس انت هتتصرف ازاي انت هتشتغل جوه الشركه ازاي هتدفع مرتبات ازاي هتفضل شغال ازاي يعني قصدي تشالنجز اوف الكونسستنسي كل يوم بايا كان بقى مشاكل النهارده مشاكل اقتصاديه النهارده بكره ان انت ما بقتش ريليفنت وات ايفر ذا تشالنجز ار ان انت هاو تو ستاي كونسستنت هاو تو ستاي ان ذا ماركت ازاي تفضل تكبر نو ماتر تشالنجز يعني حاجه اي واز انسبايرد النهارده لما قلت بيبل قوي في التوك I think حاجة من اللي أنا وبسيوني عملناها من واحنا مش واخدين بالنا هو إن البانديميك إن جنرال خلى الناس تفقد الأمان المطلق في السيفتي. سيفتي ما بقتش. نو سيفتي نت. خلاص ما بقتش بقت لوجي. بقت لوجي. اكزاكتلي. صدنا جدا 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 مع إن كان عندنا كمية فاينانشال بريشرز رهيبة إن إحنا نتشقلب من في الباك إند وما نحسس التيم باي نوع من انواع الانسيف عشان اللي عندهم في بيتهم كفايه حلو ف سيفتي للعيله اللي بتشتغل معانا كانت مش عيله البيت عيله الشغل مهمه قوي 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 وعملناها من غير ما نقصد ولحد النهارده من غير ما احنا والتيم بنتكلم فيها في دايناميك معين كده اتحس ما بيننا اللي هو I got your back bro كده اهو ومغيره جدا في الدايناميك بتاعي الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها برضو على الفاينانشال بريشر ده اتس سو ايزي ان احنا كنا في تحت الضغط الفاينانشلي ده نغير البيزنس موديل بتاعنا اللي هو مش موجود في البلد احنا ما بنشتغلش بريتينر واي حد بيشتغل في الميديا فاهم مصيبه اللي انا بقوله يعني ايه تفتح كل سنه وكل كورتر وكل شهر معكش حاجه
وانت عندك مرتبات وعندك ايجارات وعندك مكتب وعندك مصروفات وانت مش عارف ايه اللي داخلك. كنا سهل جدا 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 ندريفت ونخضع لده ونتحول تحت الضغط الجاست انذر ايجنسي. لا وسبيشال ان احنا اصلا وير ان انتريديشنال ادفرتايزنج ايجنسي مش اللي بتوع الاعلانات. احنا اخترعنا كون يعني رحنا كده في حته بدعناها من نفسنا ومشينا فيها صعبة. فما هياش الـ 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 يعني اللي بقيه السوق بيعمله. فبرضه حته ما انتش عارف الناس دايما هتستقبلها ازاي او انت هت كنت ممكن يعني في سهوله تاخد ريتينر, في سهوله تفتح برودكشن, في سهوله بالظبط تعمل حاجات تانية عشان تجالي التقليديه السهله اللي خلاص هتدخل وخلاص وحاجات كده. وفضلت انا بس وبنعند بنعند بنعند بنعند. وسالي كمان معانا الجي ام بتاعتنا في طياره اللي عايز اشكرها اصلا لو شافت ده على قد ايه هي كمان دي كانت ايه لو انت لازم تروح توريها ده على طول هنتفرجها بس قصدي فعلا حتى دخلت ده ودخلت معانا قلبا وقالبا احنا مش هنبقى just another agency ونمشي بالطريق السيف الطبيعي اللي هو خلاص هات اكاونتس واي حاجه اوكي دقيق يلا مكرونه يلا مش عارف ايه ونشتغل. ما عملناش كده الحمد لله. الحمد لله كنا محظوظين ان عدت وعشان مسكنا نفسنا كنا مميزين كمان وقت صعوبه البانديميك ان احنا عملنا المختلف. بس برضو في حاجه مهمه قوي برضو في ان التشالنجز دي بتعلمنا ان انت فكره انت تبقى اجايل. يعني قصدي مع ظهور المشاكل دي انت يو هاف تو بي كرييتيف وتوصل طب هنعمل ايه انستد فتكم اب ذس از ذا تيك اواي 100% فتطلع بقى ابروتش تاني لا طب تعالى ده هيمشي في المرحله دي فليتس ورك اون ات. فانك تكرييت اوبورتيونيتيز اوت اوف ذا تشالنجز بتاع البانديميك. عملنا اربع برامج من بيتنا ما اتقابلناش اربع برامج. المخرج في بيته والمصور في مصور بس اللي كان بيجي بالكاميرات وكل حد تاني في بيتهم صح. ولو كنا حد قال لنا كان بيكون تبقى نكته طبعا عشان الاجايل دي كلمه مهمه قوي 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 عندنا حسب هو انا عايزه اعدل اللي انت بتقوله على اللي انت بتقوله يا باسيو سوري انه ان هاو يو وانت تو ران يور بزنس او ايه المسج اللي انتوا عايزين تدوها ايه الفاليو اللي انتوا عايزين تدوه هنا از ا كور فاليو اتس نوت اونلي ا ميثود هي كور فاليو. فبالتالي لما اتحطيتوا تحت ضغط وتحت صعوبات مسكتوا في الكور فاليو ممكن تبقوا كنتوا اجايل في حاجات تانية however not in your core value. بالظبط عشان ممكن تتسمع قوي انه احنا عندنا وخلاص. انت هنا بتتكلم ان انتوا عندتوا ان انتوا not let go of your core value however كنتوا اجايل في حاجات تانية زي هتصوروا ازاي هتتقابلوا فين هتعملوا ايه هتدفعوا منين. طب اخر سؤال يا جماعة عشان بس والله القعدة لذيذة مستعجلين ليه جماعة انتوا مش فاهمين والله شاملين الفيو تحفة النور بيروح مننا بس والله القعده لذيذه و ثلاث حاجات ما بينكم شيرد بقى ثلاث حاجات تنصحوها لحد بيبتدي في الاندستري بتاعتكم three things to avoid totally avoid ثلاث حاجات يعملها وثلاث حاجات to avoid لا three things to avoid three things to avoid two things a must they have to must do and one thing that you pass on as a challenge that you weren't able to solve. خليك عنيد ولو حد قال لك هي بتتعمل كده قول له طز فيك انا عايز اشوف اعملها بطريقه تانية ازاي. Avoid taking no for an answer. اوكي. عامة يعني ما حدش يقول لك تعملها ازاي. بالظبط. اعملها. ولو مش لو الدنيا لو ده في الكتاب في المانيوال عادي جدا اللي كتب المانيوال انسان فممكن عادي جدا تعمله انت كمان. Don't follow حد. صح. حلو. ماشي. معانا لو بتركب كرسي ايكيا. مثلا. يعني ساعتها المانيوال من فولو بس. اوكي. حلو. اثنين. هو يقول ثلاثة وانا اقول ثلاثة ولا ثلاثة مع بعض؟ لا مع بعض. يعني ماشي. قول لو عندك حاجة تانية ولا لا. انا عايز اقول برضو حاجة على كده ما يعني ما تخليش الفكرة تبقى هي الاولوية فوق الناس. يعني اختار انت بتعمل مع مين اهم من انت بتعمل ايه. افويد تشتغل شغلانة ما بتحبهاش. افويد جيفينج ان تو وات ايفر باشن اور دريم اور talent you have عشان مكسل او عشان الحياه صعبه او كده. Avoid it on all levels يعني. مفهوم جدا. Yeah. I can totally relate. طيب things two things that are a must. Two things are a must. In your industry yeah. Starting out. Persistence. Everything needs work. يعني مفيش حاجه بتيجي كده. يعني ما everything needs work. Success needs work. اشتغل واتضايقت طبطب على نفسك كده وقوم اشتغل تاني.
مش عارف حاجة أو مش فاهمها، روح اسأل، دور، اشتغل، شوف عيوبك، حس يعني work on yourself and be persistent. يعني قصدي hard work is more important and it يعني بتغطي على أي حاجة تانية، talent، الشطارة، hard work. ف persistence is key. What something else you must have. حاجة common قوي 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 بشوفها ولما بتكلم مع ناس دايما صغيرة بداية كاريرهم، بدين لسه حياتهم في الجامعة، أول شغلانة، كل ده، هي سهولة كلمة I'm lost. بيقولوها كتير قوي، و 37 سنة، 42 سنة، 4 كارير شيفت، 3 كارير شيفت. Lost is not negative. Lost is part of the process. انت صاحي، انت بادي حياتك، نفسك تروح من هنا لهنا. الطريق مش عمره ما كان ستريت لاين. يقولك الطريق كان ستريت لاين ده بيضحك عليك. الطريق عبارة عن كون واسع كبير قوي قوي قوي، ترينجل كده. ميك شور ان الترينجل ده باصص في الحتة الصح، بس هو واسع، فانت لازم تقعد تغلط فتإليمينيت فيضيق، تغلط فتإليمينيت فيضيق، تغلط فتإليمينيت فتضيق. This is not you being lost. This is part of the process. انك تقعد دورك ان انت وانت ماشي تضيق الترينجل ده طول ما انت ماشي لحد ما في الاخر تروح في الحته اللي انت عايزها. فما تستسهلش كلمه lost. It's not you being lost. وانا معلش برضو عندي على الحته دي وعلى حته ان you need to be persistent to succeed، في برضو توجه عام ومع الاجيال الاصغر وكل حاجه، people are becoming more soft which might be a good thing to use. ان مش لازم بصل يعني قصدي you have to hustle. يعني قصدي برضو I prioritize personally my mental health و I have to، بس قصدي let's not يعني overdo ان احنا نبقى مستريحين over achieving and doing the work. You might not agree with what I'm saying. بس لا انا اجري لحته، بس هو في حته في النص، في fine line ما بين yes. taking care of myself know this and fine line بالزبط. بس you need to do both. Take care of yourself and hustle. بالظبط كده. الهاسل لو بيجي بس عليك don't underestimate. مش hustle، فاهم قصدي؟ بس يعني ممكن ساعات يجي عليك، بس تبقى عارفه ان you will be rewarded في المرحله اللي بعدها، ف it's worth ان يجي عليك سنه. خلينا اللي بيجي عليك ده لو فضل يجي عليك لا مش هيبقى عندك. بالظبط كده. بس تعرف بقى يبقى عندك الويزدم انف ان انت تعرف امتى ده جاي عليك لدرجه انها هتضرك، ف this is not healthy or this is not right. في حد كان لسه بيقول don't cut corners. I think ان if you add بقى الحاجات دي مع بعض اللي هو not cutting corners meaning انك بتعمل كل حاجة لاخرها حتى لو هتاخد واحد سنة واحد عشرة مش مشكلة، بس هو في الاخر انت هتوصل. دي حاجة. الحاجة التانية is knowing your boundaries and your limits. الاثنين هما مختلفين. You can push your limits but you should not push your boundaries. فالباوندري هو الخط الاحمر. الليمت ده بيقعد يتغير وبيزيد وبيقل ده اللي انت عارفه الخط النهارده عشان انت عارفه نفسك وكبرتي وبقالك كتير بتشتغلي، بس الصغير هو مش عارف اخره ايه. صح، عشان كده هو محتاج يبوش هيز ليميت until he finds his boundary. انا عايز برضو عايز احط حاجه ان كونتكست برضو. احنا عايشين في زمن، احنا النهارده في ايفنت اسمه فوربس 30 اندر 30. يا خرابي اصلا اصلا فانت اللي قاعد بيتفرج لقى ناس بقوا فوربس اندر 30. صح، وبيشوف سي اوز عندهم 22 سنه فاكرها سهله وملي بالظبط، ومليونيرز عندهم وعندهم، وتيك توكرز فهم 18 سنه. للاسف اللي انت بتقوله صح، بس كمان مايند سيت الناس دي ما عندهمش الثيك سكن اللي عندك النهارده. هو النهارده اكسبوز لناس ناجحه بسرعه، سي اوز سريعه. بالظبط. طب الموضوع سهل بقى؟ مش سهل. غصب عنه طموحه مختلف عن طموحنا واحنا عندنا 18 و17. هو عشان النجاح بقى سهل، فهو فاكر ان طب ما انا هفتح شركه ابقى انتربرينور هلم فلوس قد كذا. بصيت من زاويته، لو بصيت من زاويته وشفت هو شايف ايه ومتاثر بايه، ايه الانبوت بتاعته، بابايا وباباك عشان ينجحوا كان لازم يبنوا 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 يبنوا. صح. النهارده غصب عنهم هم صغيرين، وفعلا غيرهم اللي قاعد جنبهم وصل وهو عنده 22 وعمل وهو وصفار كتير وفورز و130 ده لوحده غصب عنهم بيتحطوا اندر subconscious pressure and I need to make it now. فده مختلف، احنا في زمن غير الزمن. ما عنديش اعتراض على السرعه وانه عايز مستعجل،
والحياه هتعلمه ان الاستعجال ده ممكن يبقى مفيد او مضر ازاي. بس انا قصدي بتكلم على putting the effort and hustling and doing your maximum. صح. فلما نبقى بنبروموت ان الماكسيمم ده صح. هنا مش هنا صح. فهيبقى فيه softness عام كده مش هيودي اي حاجه. ايوه اللي هو زمان كان عشان تصحى الصبح ما تروحش المكتب لازم يكون عندك سبب substantial. انت ليه مش هتروح المكتب النهارده؟ ممكن الدنيا اتغيرت خالص, ممكن ما تشتغلش خالص من المكتب. I'm not feeling it and I woke up and oh my god بالظبط كده. My second cousin عطس الصبح بدري. فبس stress is good as long as you're regulating your stress. من الاخر stress is good is healthy as long as you're بالظبط كده. That's a good conclusion. طيب اكتر حاجه نفسكوا نقول لكم عليها. معلش طب عندك 42 سنه يا محمد. فترتي اندر ايه اللي جايبك؟ الناس بتخش بتيجي وتروح في حياتنا وبتسيبنا وانت بتسيبهم وانا بسيبهم وناس بتروح وناس بتخش وساعات بتقطع وبخاف وبترعب ومفيش حاجه تتعمل. C'est la vie. خلصت بالشياكة قوي يا جماعة. معلش هي دي الحياة. معلش جاية من ما لي شيء. من ايه؟ ما لي شيء. مش حاجة أعملها؟ أيوه. الله فظيعة. الله حبيتها حب الكلمة بقى دلوقتي. مع ان هي عايز اقول لك البرسبشن بتاع كلمه معلش نيجاتيف شويه. لا بس بص يعني بس هي يعني ابتدت بوزيتيف. ابتدت بوزيتيف. انا قعدت معاك على الكاميرا كتير وشربت معاك شاي كتير من البراد ده كتير. انبسطت قوي قوي والله. قوي قوي قوي. قعده لذيذه انتمت كوزي بنتكلم القلب. You have a lot to offer. Thank you. You have a very inspiring partnership. الحمد لله. فعلا الواحد ربنا يديمها نعمة. ربنا يديمها نعمة. إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you guys. Thank you. Thank you.